في الدوحة مفاوضات الغرفتين المنفصلتين بين الأمريكيين والإيرانيين برعاية أوروبية، جبهة مفاوضات أخرى تعود بغرفتين وأزمة واحدة وسقف نووي يحرص الأمريكيون على إبقاء طهران تحته، لكن المفاوضات مفخخة بالعقبات. الحرس الثوري مثلا الذي تطالب إيران بشطبه من لائحة الإرهاب، خطوة من المؤكد راوية أنها ستغضب الكثير أو الكثيرين من أعضاء الكونغرس، لذا تؤكد إدارة بايدن أن شطب الحرس من القائمة خارج نطاق المحادثات. لكن إيران تراهن على ورقة أخرى مقايضة الغرب، النفط الإيراني مقابل النفط الروسي في محاولة للاستفادة من أزمة الطاقة العالمية. وزير النفط الإيراني وفي تغريدة له زعم أن أحد الأسباب الرئيسة للاضطراب في سوق الطاقة هو العقوبات ضد إيران التي تمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز. إذن تنطلق القراءة الإيرانية من حاجة أوروبا للطاقة بعد مقاطعتها النفط والغاز الروسيين وتوجه موسكو إلى أسواق بديلة بينها الهند والصين. بالتالي يوفر الأوروبيون سوقا كبيرة للنفط الإيراني، هذا إذا رفعت العقوبات وأعيد تفعيل آلية العمل المشترك للاتفاق النووي. أمر مستبعد حاليا لعدة أسباب، أولا أن محادثات الدوحة ليست بديلا عن مفاوضات فيينا، الكلام للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو. ثانيا، حتى الساعة لا بوادر على اختراق، خصوصا أن بيان مجموعة السبع كان واضحا. أدان استمرار إيران بعملياتها المزعزعة لأمن المنطقة إدانة تتناقض مع مطالبة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضم إيران إلى الأمن الإقليمي، نقطة ثانية لا تقل أهمية، دعا قادة مجموعة السبع طهران إلى وقف عملياتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية وتهديد الملاحة البحرية.